اهلا بكم في نشرة اخبار السادسة مساء من قناة نادي الاهلي والى العناوين. اليوم اول اجتماع لمجلس ادارة الاهلي برئاسة الخطيب. والفريق الاول يختتم تدريباته استعدادا للمقصة. والبدري يختار 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق بالسويس. اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم برئاسة المهندس محمود برئاسة كابتن محمود الخطيب اجتماعه الأول في الساعة 7 مساء في مقر النادي للجزيرة لمناقشة العديد من الملفات الهامة. وكانت اللجنة الأولمبية قد أرسلت خطابا الاثنين الماضي إلى النادي يفيد باعتماد نتيجة انتخاباته وفوز محمود الخطيب برئاسة مجلس الإدارة، والعمري فاروق نائبا، وخالد الدرندلي أمينا للصندوق، وعضوية خالد مرتجي ومحمد الضماطي ورانيا علواني وإبراهيم الكفراوي وطارق أنديل وجوهر نبيل ومحمد الجرحي ومحمد سراج ومهند ملك. أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حسام البدري قائمة فريقه لمواجهة مصر المقاصة والمقرر لها 7 مساء غد الأحد ضمن مؤجلات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: شريف إكرامي، أحمد عادل، رمضان مصطفى، محمد هاني وأيمن أشرف ومحمد نجيب وصبري رحيل وأحمد فتحي وعمر السلية وعبدالله السعيد وجونيور أجايي وليد أزارو وكريم ندفد وباسم علي وحسين السيد وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباكا ومؤمن زكريا وليد سليمان وصالح جمعة وإسلام محارب. وغادرت بعثة الفريق إلى السويس ظهر اليوم لتدخل في معسكر مغلق استعدادا للقاء. كان الفريق قد اختتم تدريباته صباح اليوم على ملعب تتش بالجزيرة، حيث عقد حسام البدري محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل بدء المران استعدادا للقاء. وخاض ثنائي مروان محسن وعلي معلول لاعبا الفريق تدريبات تأهيلية إضافية عقب نهاية المران اليوم. وطلب حسام البدري منهما إجراء تدريبات إضافية برفقة محمد أبو العلا معد الأحمال بالفريق الأحمر. غاب حسام عاشور لاعب الفريق عن التدريبات الجماعية، واكتفى اللاعب بمشاهدة الميران من دكة البدلاء، حيث يعاني لاعب وسط الأهلي من إجهاد عضلي غاب على إثره من ميران أمس. وغاب أحمد الشيخ لاعب الفريق عن ميران فريقه الجماعي أيضا لارتباطه بأداء الامتحانات. وتواجد الشيخ في الأهلي في توقيت مبكر اليوم لخوض تدريبات منفردة قبل انطلاق الميران الجماعي. وغادر الشيخ ملعب التتش بالجزيرة في بداية الميران لارتباطه بأداء امتحانات دراسته. وغاب محمد الشناوي حارس الفريق عن التدريبات الجماعية لفريقه أيضا، حيث يعاني الشناوي من الإصابة بشد في العضلة الضامة، والذي غاب على إثرها عن مباراة الأهلي السابقة أمام الأسيوطي.
خاض الثنائي مروان محسن وعلي معلول لاعبا الفريق الأول لكرة القدم اليوم تدريبات تأهيلية إضافية عقب نهاية ميران اليوم الصباحي. وطلب حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي من الثنائي إجراء تدريبات إضافية برفقة محمد أبو العلا معد الأحمال بالفريق. للمزيد من التفاصيل حول تدريبات الأهلي اليوم ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بيك. مساء الخير يا فيروز، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي. محمد احكي لنا عن تدريبات النهاردة. تدريب النهاردة هو تدريب ليلة المباراة أو تحديدا هو التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة ضمن المباريات المؤجلة لفريق النادي الأهلي. أولا موعد يوم كان في الساعة 11 صباحا، والموعد ده تم تحديده من قبل الجهاز الفني. طبعا من الجهاز الفني كان بيسعى للسفر مبكرا في وضح النهار الى السويس للدخول في معسكر مغلق ليله المباراه استعدادا للقاء المقصه على ملعب الجيش في السويس، خاصه ان هذه المباراه هي مباراه نادي مصر المقصه. الجهاز الفني بدا اليوم بمحاضره فيديو، كان المحاضره الهدف منها التعرف على فريق مصر المقصه وإيصال كل المعلومات سواء إيجابيات الفريق أو سلبيات المقصة أمام لاعبي النادي الأهلي من خلال شرح عملي ونظري داخل قاعة المحاضرات بغرفة خلع ملابس الفريق. الهدف من هذه المحاضرة أنك بتقدر تحط الهايلايتس وطريقة أداء فريق المقصة اللي الأهلي هيواجه فيها هذا الفريق. فريق المقصة من الفرق اللي تغير أدائها خلال المرحلة الأخيرة، لم يكن هو اللي ظهر بها في بداية الموسم ومفاجأة للجميع، لكن سرعان ما طرأ تغيير على هذا الفريق بعد أن تولى المسؤولية عماد سليمان المدير الفني للفريق في التوقيت الحالي. عقب المحاضرة نزل اللاعبين لأرضية الملعب، بدأت التدريبات كانت تدريبات خفيفة خاصة ليلة المباراة تحديدا ضمن البرامج البدنية بنشوفها بشكل مباشر، أن التدريب البدني أو ليلة المباراة بيكون تمرين خفيف منع حدوث أي إصابات أو منع لعدم وجود يعني حدوث حالة إجهاد لدى اللاعبين في التوقيت الحالي، فبالتالي بيبقى الشغل تكتيك أكتر منه بدني وشغل تخصصي مع عدد من اللاعبين، وده اللي تم في نهاية التمرين بإجراء تسييم وعدد الجمل التكتيكية مع بعض اللاعبين في الختام. كان في تدريبات إضافية لعدد من اللاعبين اللي مش داخلين مباراة المقصة زي معالي معلول ومروان محسن والعديد من اللاعبين اللي استبعدهم الجهاز الفني واللي شاف ان هم يفضل راحتهم وعدم ضمهم لهذه المباراة ايضا مثل حسام عاشور. ثم بعدها توجه اللاعبين والجهاز الفني الى مطعم النادي لتناول وجبة الغداء، والتحرك كان محدد سلفا من الجهاز الفني الثانية ظهرا الى السويس للمبيت هناك قبل هذه المباراة، لكن بشكل عام الحالة مطمئنة والجهاز الفني اختار 22 لاعب، وتم تصعيد اليوم حارس الشاب للتواجد مع شريف اكرامي واحمد علاء عبد المنعم وهو حارس مواليد 99 وايضا بيشارك في مباريات فريق الشباب مواليد 97 مصطفى طارق من الحراس الواعدين جدا، وتم ضمه لهذه المباراة خاصة ان الفريق سيسافر، المباراة ليست في القاهرة، يمكن المباراة السابقة الجهاز الفني فضل يكون هناك حارسين مرمى فقط في المعسكر، لكن نتيجة سفر للسويس والدخول في المعسكر فضل الجهاز الفني ضم حارس ثالث تحسبا لأي ظروف خلال الساعات القادمة، لكن إن شاء الله سيستقر الجهاز الفني على البدء بشريف إكرامي واحتياطي أحمد عادل عبد المنعم. دي الصورة العامة بالنسبة للفريق، والفريق وصل السويس ودخل المعسكر والمبيت في أحد القناة بحدود الساعة 4:30، وفي محاضرة بعد العشر إن شاء الله، المحاضرة الأخيرة قبل مباراة الغد بإذن الله فيه. طيب إيه حالة المصابين محمد؟ هل في أي أخبار عن عودة مثلا علي معلول أو الموعد ممكن يرجع فيه علي معلول أو مروان محسن للملاعب من جديد؟ علي معلول دخل التدريبات البدنية بالضبط من 48 يومين، والنهارده نتيجه طبعا ان هو ما بيشاركش في التدريبات الجماعيه بقاله فتره منذ عودته مع منتخب تونس في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، الجهاز الفني بيديله تدريبات بدنيه اضافيه عقب التدريب الجماعي، لكن جاهزيه علي معلول بنسبه 100% عشان يكون جاهز للمباريات القادمه الجهاز الفني لن يحسمها حتى الان، طبيا هو جاهز بدليل انه دخل المران الجماعي، لكن ناحيه فنيه وناحيه بدنيه لسه الجهاز الفني هيحسمها في الايام القادمه، لانه طبعا بعد غياب طويله فما بيشاركش في التدريبات، فتره التاهيل ما بتديش المعدلات اللياقه البدنيه لاي لعيب بالعكس لو بيشارك في المران الجماعي. ده بالنسبه لعلي معلول. مروان محسن كان بعيد الاخيره شويه نتيجه انه كان اجرى العمليه منذ 9 أشهر، فبالتالي كان محتاج وقت راحه شويه لانه عمل معدل بدني جري اكثر الفتره الاخيره، فعمل له جهاز نتيجه غيابه عن التدريبات 9 شهور بعد اجراء العمليه الجراحيه. فمحتاج برضه متسع من الوقت، لكن حسب ما علمت على اخر هذا الشهر
الجهاز الفني سيرى التوقيت والمباراه المناسبه للدفع لمروان محسن. محمد الشناوي ما زال امامه وقت بدليل استبعاده من مباراه مصر المقصه. حسام عاشور بيعاني من اجهاد، فالجهاز الفني يفضل عدم ضمه. طارق جمعه اصبح لائق وجاهز فضم لهذه المباراه ودخل القائمه. وليد سليمان عاد للقائمه، احمد فتحي عاد للقائمه. عمر ربيعه ما زال امامه متسع من الوقت ايضا للدخول في التدريبات قبل الخروج في المباريات. دي الصوره العامه بالنسبه للعيبه اللي كانت تعرضت لاصابات او اللي تم تماثلها وقد تدخل المباريات في الفتره القادمه. محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معي عبر الهاتف.